نتحدث عن الرؤيه المصريه في هذه القمه حضور طبعا على ارفع مستوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود وهناك ثوابت للسياسه المصريه فيما يتعلق باسراع الدائر الان والقضيه الفلسطينيه طرح هذه الرؤيه المصريه والوصول الى موقف يوحد العرب جميعا في هذه اللحظه الدقيقه التاريخيه في الواقع يعني العربية طبعا هي أحد أولويات السياسة الخارجية المصرية والرئيس يعني أهمية كبيرة بالدار العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية والنظام الإقليم العربي ونجحت مصر بالتعاون مع الأشقاء ودول القلب الصرب في مواجهه كل هذه التحديات انا في اعتقادي هنا المقاربه المصريه واضحه وشامله المقاربه المصريه ببساطه تقول ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه قضيه العرب الاولى هي القضيه مفتاح الامن والاستقرار في الشرق الاوسط ان تحقيق الامن يتطلب تحقيق هذه القضيه وان غياب افق التسويه السياسيه واستمرار الاحتلال هو الذي ادى لكل هذه الاعراض واستمرار هذه الصراعات والمواجهات الدمويه التي دفع ثمنها الابرياء والمدنيين وبالتالي تكون المقاربه المصريه ببساطه على حل شامل وجذري لهذا الصراع من خلال السلام العادل الحل الدولتين اقامه دوله فلسطينيه على حدود 4 يونيو 67 على سمتها القدس الشرقيه في هذا الاطار هنا تبرز الموقف العربي الموحد في اطار تحقيق هذه الرؤيه من خلال المسارات التي تتحرك عليها الدوله المصريه منذ حرب غزه، هناك خمس مسارات دائما نقول انها تسير بالتوازي، مسار انساني في تخفيف المعاناه وادخال المساعدات الانسانيه رغم التعنت الاسرائيلي والتحديات ومصر اكبر داعم لمساعدات 87% من المساعدات، صحيح. هناك مسار امني فيما يتعلق بمنع التوسع والصراع الاقليمي ورعايه مصر للمفاوضات لاولويه وقف اطلاق النار وأولوية وقف نزيف الدم الفلسطيني مم. ورغم التعنت طبعا اسرائيل أفشت هذه المفاوضات لكن مصر مستمره وقد الدوله الوحيده التي قدمت مبادرات والمقترحات للوصول الى هدنه لتحقن دماء الشعب الفلسطيني مم. هذا المسار الانساني مع المسار الامني سار بالتوازي مع المسار السياسي متعلق به حل الدولتين وحل سياسي ثم هناك المسار الدولي المتعلق بحشد الجهود الدولية والدعم الدولي وتغيير مواقف الدول المختلفة لدعم القضية الفلسطينية انعكس هذا المسار الدولي في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على سبيل المثال 143 دولة صوتت لصالح الصوت كانت رسالة أن إسرائيل ومع أمريكا وبعض الدول في عزلة والمجتمع الدولي كله مع الحق الفلسطيني وأن انكشفت الوجه القبيح للاحتلال في مقابل القضية الفلسطينية عادت إلى أجندة المجتمع الدولي هذا نتاج الدبلوماسية المصرية التحرك على المستوى الدولي هذا المسار الرابع هناك المسار الخامس المسار القانون الدولي. سواء علي محكمة العدل صحيح. الدولية مصر قدمت مرافعات في السابق ثم أخيرا انضمت رسميا الى دوله جنوب افريقيا في رفع ضد جرائم الاباده الجماعيه الاسرائيليه وايضا وايضا تحركت على مستوى الامم المتحده ومجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده. هذه المسارات المصريه الخمس الدوليه والانسانيه والقانونيه والسياسيه والامنيه صارت المقاربه المصريه الشامله، وبالتالي هنا وجود موقف عربي موحد، ظهير عربي او يعني داعم عربي، حاضن عربي للرؤيه المصريه يمثل اله زخمه قويه لمصر في تحقيق هذا الهدف الاسمى الاشمل وهو وقف العدوان الاسرائيلي. حل القضيه الفلسطينيه من جذورها، لانه على خلاف ربما المواجهات السابقه، فكره المسكنات ان تحدث سهودنا ثم تعود جولات، مصر تبحث عن حل شامل لهذا المرض، هذا لان كل ما يحدث هو اعراض، ولذلك القمه العربيه اليوم سواء فيما يتعلق بمخرجاتها والادانه الشديده ورفض جرائم العدوان، ورفض سياسه الحصار، ورفض سياسه التجويع وقتل الفلسطينيين والنساء والاطفال، وطبعا حث المجتمع الدولي على القيام بدوره، هناك اليات مهمه يعني اليات للتحرك عليها، اولا الدعوه الى متوقع طبعا الدعوه الى مؤتمر دولي للسلام في مملكه البحرين. مم. لماذا مؤتمر دولي للسلام؟ اتذكر في بدايه التسعينات من القرن الماضي كان هناك مؤتمر دولي للسلام في اعقاب حرب الخليج الاولى. شرم الشيخ كان في لا في مدريد في, مدري. في مؤتمر مدريد, آه. مدريد لي لي السلام وكان برعايه امريكا وروسيا. استفردت امريكا برعايه عمليه السلام والنتيجه ان امريكا حازت لاسرائيل ولم يتحقق السلام تحقق الدوله الفلسطينيه وبالتالي الهدف من هذا المؤتمر هو الدعم الدولي وجود قوى كبرى مثل الصين روسيا توازن الحياز الامريكي الاسرائيلي جميل. لان امريكا دائما هي المشكله في الجانب الامريكي يمارس الوساطه ودور الوسيط وهو يجلس في المقعد الاسرائيلي يتبنى رؤيه الاسرائيل, الإسرائيل. هو يقدم خطاب في الظاهر أبقى... غير نزيه يعني غير نزيه يقدم خطاب انه مع الجانب الانساني معهودنا لكن على مستوى الواقع يقدم الدعم العسكري والسياسي و... ويستخدم البيت في مجلس الامن ضد اي قرار يدون اسرائيل او غيرها وبالتالي هنا وجود دعوه لمؤتمر دولي هذا بيعني لابد من حل شامل للقضيه الفلسطينيه هذه احد الادوات